قرنبيط بالطحينة. اوكي، هعمل بعد كده ايه؟ هعمل برضو وصفة مختلفة ممكن تستغربوها، بس انا عايزة اقول لكم ان الولاد هيحبوها، ممكن يستغربوها بس هيحبوها. هعمل ايه؟ هستعمل كفتة بالنودلز، المقادير بتاعتي كيسين نودلز سريعة اللي هي سريعة التحضير، معلقتين نشا او زي ما بينفع معاكي، بس هو المعلقتين كفاية، بهارات مشكلة، شطة، مكعبات جبنة صفراء او مكعبات موتزاريلا، دقيق وبقسماط. هعمل ايه؟ هجيب النودلز السريعة وبسلقها، خلاص اهي بسلقها بس ما بهريهاش، ما تبقاش مهرية، وهحطها في الميكسر بتاعي اهي. هحط عليها النشا، معلقتين النشا والبهارات والشطة، ما تكتريش الشطة قوي لو ولاد صغيرين هياكلوها، وادي البهارات، واضربها. النودلز دي عشان انا سلقاها من قبل الحلقه هي نشفت شويه، فهي محتاجه نقطتين ميه سخنه، لان انت لازم اول ما تطلعيها تصفيها وتحطيها في الميكسر. احنا علشان عملناها قبل الحلقه فنشفت، فهي محتاجة معلقتين مية، واحد اتنين. وبنخلطها اهي، تتكون معايا عجينة. هاجي هحط الدقيق مع البقسماط، اخلطهم مع بعض، اخد من العجينة بتاعتي دي واحشيها بالجبنه اهي اهي، وهدحرجها في البقسماط والدقيق. اوكي اهي، واحده كمان. حاولي طبعا كلهم يبقوا نفس الحجم، الكور كلها نفس الحجم اهي. بصوا اهي كده، هجيب مكعب الجبنه اهي واقفل اهي اهي. اوكي، هحطها بقى اعفرها كويس اهي اهي. اوكي، وهنحمرها سواء في الفرن او في الزيت. احنا عندنا الزيت سخن اوريدي، فخلينا نحمرهم عشان الجبنه جواها بقى تطلع سايحه كده، وهي مقرمشه بتبقى حلوه قوي. احنا قلنا النهارده الوصفات مختلفه عن اللي احنا متعودين عليه، بس الواحد بيزهق من الاكل العادي وبيبقى محتاج حاجات تغيير اهو. بص اهي، ادي الكفتيه، خلاص نسخن الزيت ونحطهم ماشي. ممكن نطلع لفاصل على ما احمرهم، اهو الزيت سخن هحطهم واطلع فاصل. بسم الله الرحمن الرحيم، لا عايز يسخن اهو، سخن عشان احنا كنا لسه محمرين فيه كده اهو اهو. بس هروح بقى دلوقتي الفاصل، هسيبهم يتحمروا،
هروح لفاصل وهرجع لكم بعد الفاصل تاني، استنونا.